مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. من الممكن ألا يكون الاسم مألوفاً بعد في عالمنا العربي، لكن هنالك وراء المحيط الأطلسي اللبنانية ريم عكرة نحتت توقيعاً أضحت من خلاله مصممة فساتين الأعراس الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية. اختارت تصاميمها نجمات هوليوود لتزداد إثارة وتألقاً يوم زفافهن سواء على الشاشة الكبيرة أو في الحياة. خلال 8 سنوات، وهي فترة قياسية، وبعد أن كانت تستدين عبر بطاقة الائتمان لشراء الأقمشة، استطاعت بناء دار تساوي اليوم ملايين الدولارات الأمريكية. دخلت مؤخراً ميدان فساتين السهرة فإذا بالملكات والأميرات وزوجات الرؤساء والزعماء وساحرات السينما والغناء والمجتمعات والقلوب ترتاد دارها الواقع في الجادة 7 من مانهاتن وتختار من أعمالها. ريم عكرة، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. بيسعدني استقبلك ببيروت، بيسعدني أقدمك للمشاهدين في لبنان والعالم. أنت اليوم ببيروت بزيارة خاطفة، لك زمان ما زرت بلدك الأم. السؤال يلي بيستحضرني، كيف لقيتي بيروت؟ هل تغيرت معالمها؟ هل تغيرت نفسيتها؟ هل حسيتي روح بيروت ما زالت هي نفسها مثل ما تركتيها؟ أم أحسستي أنه بيروت تطعمت مع العصر وأصبحت مدينة حديثة بكل شيء، ببنائها، بجسورها، وحديثة بروحيتها وبنفسها؟ قصتي طويلة، وقصتي بلشت ببيروت برغم نجاحي بالولايات المتحدة وبالعالم كله. بحب أقول إنه بلشت حكايتي ببيروت من أنا وصغيرة. مثل كل نهار سبت، بدل ما أروح ألعب كانت أمي تاخذني على السوق، سوق البلد يلي هي هلأ صار عندي بيت فيها. مبروك. ميرسي. وكانت تعلمني على القماش بلا ما نعرف انه معقول نهار رح كون مصممة ازياء. كان عندي غرام للقماش، كنت جمعهم وحطهم عندي بالخزان واطلع عليهم كل يوم. سو هاي الحكايه اللي بعدين تكفت بالولايات المتحده بلشت ببيروت. وبحب اقول انه في كثير سبب نجاحي شقفه كبيره منه هو تربيتي بلبنان وبدايتي هون. يعني هذا الشغف بعالم الازياء والاقمشه والحياكة والتصميم هو شغف منذ الصغر، منذ ما كنت فتاة يافعة وشابة تتردد إلى سوق الأقمشة مع الوالدة وتختاري مثل ما قلتي هذه الأقمشة أو هذه الألوان. ريم عكرة، يعني باقتضاب حاولت تروي قصة انطلاقتك، ما رح أقول كفاحك لكن الانطلاقة، لكن احنا نعرف أنه وراء هذه الانطلاقة، وراء هذا النجاح، هنالك صراع مع الوقت، صراع في سوق تنافسية، حيث التناحر، حيث الضراوة. انت عم تحكي بنيويورك هوني، كان في صعوبات مختلفة، صعوبات عديدة. وراء هذه الخلاصة يلي سبق وربيتيها، هنالك أيام وليالي، أيام بيضة وزاهرة وأيام قاتمة وسودة، ما في شك هناك لحظات بكيتي فيها، هناك لحظات ما في شك شفتي قدامك حيط وما قدرتي على الحيط فتي من خلاله أو كسرتيه. بحب أعرف كيف برزتي بنيويورك، كيف قدرتي تنجحي؟ نحن نعرف أنه الأفكار السائدة بعالمنا العربي أنه صعب أو مش بالمستحيل على مطلق أي مواطن عربي النجاح في الغرب. هل هالشي صحيح؟ هل هالفكرة السائدة هي فكرة مطابقة للواقع؟ رأيي بهذا الموضوع أبدا. الواحد اللي بده ينجح واللي حاطط قدامه صورة النجاح، ما في شيء بيكون صعب قدامه. هلأ صحيح مرقت بمراحل كتير كتير صعبة وكادحت كتير وتعبت كتير ومرت أيام أكيد صعوبة، بس دايما هذا الحيط اللي كنا عم نحكي عنه، اللي حضرتك قلت عنه، حيط كتير صعب الواحد يفتله، بس كنت بالنسبة لإلي كان الحيط ترانسبيرنت،
شفاف شفاف كنت شوف خلاله، كنت شوف النجاح، وهذا اللي خلاني دايما اقدر اطلع لبعيد، ما اطلع بس على قدام الحيط، كنت اقدر اطلع لورا، وهذا اللي خلاني دايما اقدر كفي وما شفت شيء اسود قدامي ابدا، كنت دايما قدامي النجاح، وكنت اكيد من حالي 100%. يعني الحاجز كان حاجز ظرفي او مرحلي، هيك لازم يحط حاله الواحد، حط قدامه الواحد انه هيدي مرحله، وكل ما يحط قدامه انه بس هي مرحله بيوصل على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، وما في شيء بيوقف بالدرب، كله براسنا موجود. طب تعقيبا على عم تقولي، هل هويتك العربيه اربكتك؟ هل كونك عربي شكل لك عائق لمسيرتك واستمرارك؟ ابدا ابدا، هذا كمان حاجز ثاني اللي غيري كان ممكن يفكر فيه، يمكن يقول لانه انا عربيه مش ممكن، يما لانه انا مره مش ممكن، بس بالنسبه لإلي ما كان في شيء هيدا منه ابدا ابدا. ملاحظ انه الهوي بين الشرق والغرب تزداد عمقا، هنالك شرخ بين هذين العالمين، هل بتحسي بوجود هكذا فجوه؟ ام بتحسي انه الانسان الموهوب والمثابر والمجتهد والناجح والطموح هو اقوى من كل هذه الاعتبارات؟ هيدي هي الارت والفن هو اللي بخلي العالم بتكون مع بعضها. اذا ما موجود الفن بتكون العالم خربانه، وانا بحس حالي انه فنانه وقادره اجمع بين الشرق والغرب، وهيدا هو سبب نجاحي انه قادره اجمع بين الاثنين، وما في شيء بخلينا نحارب بعضنا، بالعكس. يعني شعوب العالم تتحاور عبر الفن، والفن هو القصر المشترك يلي يجمع كل هؤلاء او كل هذه الشعوب. والفن بيبقى لدايما، فن ما بيموت. صح، الزعماء بيموتوا والفن بيبقى، بيموتوا لكن الفن بيبقى. مظبوط. يعني بتلاقي انه الحدود والهويه واللغه ما له معنى ابدا ابدا، لا بالعكس، هو الواحد هو نفسيته اللي لها معنى، هو قوه ارادته اللي بتخليه يوصل للي بده يوصل له، ولا شيء ثاني لازم يكون. وعناده. الى اي درجه انت انسانه عنيده؟ عنيده اكيد عنيده، والا ما وصلت. عنيده لانه بعرف شو بدي، وبحس انه اللي بدي اياه مزبوط وحيأديني للي وصلت له. ريم عكرة، المعروف عنك انك انسانه عمليه جدا وسيده اعمال من الطراز الاول، انت مدمنه على العمل، وركهوليك، ساعات النوم يلي بتعرفيها قليله جدا، هل خلفيتك الثقافيه ودراستك لاداره الاعمال هن اللي جعلوا منك سيده اعمال من هذا الطراز، ام برايك صعوبات الحياه اللي عرفتيها والتجارب العديده يلي اختبرتيها هي اللي صنعت منك ما انت عليه اليوم؟ افتكر الشخصيه اللي عندي اياها هي مجموعه عده اشياء، مش بس خبرتي كل يوم شو عم بعمل يما، بس بفتكر اكيد العلم اللي تعلمته بالجامعه الامريكيه البزنس ادمنستريشن ساعدتني، مجرد انه الشغلتين اللي بيساعدوا، اول شيء اكيد درسي بالجامعه الامريكيه كثير مهم، وبشجع الجميع يتعلموا ويدرسوا يلي بحبوا، واكيد شغلي اليومي هو اللي ساعدني حتى وصل كمان. مصممة الأزياء العالمية ريم عكرة التي غزت العالم عبر تصاميم أدشت النقاد والصحافة والرأي العام، نعود ونحاورها بعد هذا الفاصل الإعلاني، خليكم معنا. بعد هذا الفصل الإعلاني أعود إلى ريم عكرة. بتصاميمك تمزجين بين لالي شورفسكي وحبات اللولو وفن التطريز، بعبارة واحدة كيف بتحددي هوية تصاميمك؟ كيف تصفين تصاميم ريم عكرة؟ تصاميمي معروفين أنه هن مزج بين الشرق والغرب، فيهم كتير أنوثة وسمبلسيتي، بساطة
يلي هو جامع بين الشرق وأفكاري اللي جاي من بلادي والبساطة اللي هي البساطة تبع العيش اللي غير الأمريكية يما العيش الأوروبية، يعني بساطة الغرب، غرب بتطعم التراث الشرقي اللي أنت مشربة منه ومطعمة منه. صح، وبتشوفه بكل فستان يلي عملته من أول ما بلشت لحديت هلا. كل فستان في هيدا المزج اللي كتير حلو وبيعطي رونق كتير حلو. استطرادا، فستان الفرح أو فساتين الفرح يلي بتسموميها، من أين تستوحي أفكارها؟ هل هنالك قاسم مشترك بين هذه الفساتين كل فصل وكل عام؟ أكيد بيختلف كل فصل عن التاني وأكيد كل عام عن التاني، بس في خيط بيناتهم كلياتهم يلي هو الرونق اللي أنا بجيبه، وجاي كله من برجع بعيد إنه جاي كله من لبنان ومن حياتي اللي قضيتها بلبنان. في كتير أشياء بستوحيها من الأرشيتكتور تبعت لبنان، الهندسة المعمارية. بتشوف بفساتين كتير، مثلا الشباك اللبناني مطرز على فساتينة، بتشوف المطعم هذا العفش المطعم بالمذر أوف بيرل الأساس المزخرف، والمزخرف بتشوفه كتير بيت نوع تطريزي بالفساتين مترجم على فستان، وهذا هو اللي مخليني كتير كون غير شكل عن غيري. يعني هذا هو العنوان العريض أو القسم المشترك بين فساتين الأعراس يلي بتوقعيها. صحيح، هو هذه النفحة الشرقية العربية فعلا، هذا هو. وبعدين في كمان شغلة اللي زدتها على التطريزي هو القصب اللي جايبته من التطريز اللي بيسموه الصرمة القديمة، بس مترجمتها على هيك مودرن أكتر، على ريفايند أكتر، بس جاي من التطريز الصرمة. ريما كرا، يقال انك بتدرسي نفسية العروس اللي بدك تختاري لها وتصممي لها فستان العرس. إلى أي درجة تكوين وملامح العروس مهمة بالنسبة لك؟ هذا هو أهم شيء بالفستان العرس خاصة، هو مرة بالحياة الواحد بيتجوز ومرة بالحياة بنقي فستان يلي هو أهم فستان بحياته، وباخذ هذا بعين الاعتبار وقت اللي يكون عم بتطلع بالعروس وبقرر معها شو لازم تلبس. أكيد أكيد بستوحي منها شو هي وشو بدها بالحياة ومين هي يعني ومين حتتجوز، وبحكي معها وبتسير معها، وبعد لحظتين بكون قررت شو لازم تلبس. لحظتين بس؟ إنه لحظتين شوي. هو لا، بالفعل ما بتاخذني كتير وقت لحتى أقدر أدرس الشخص، لأنه حركاته ومجرد قعدته ووقفته وكيف بيمشي كتير بقرر عن شو هو الشخص. طيب إلى أي درجة بيلعب دور أساسي أو بتلعب دور أساسي شخصية أو هوية العريس؟ قلتي قبل شوي بهمك تعرفي مين رح تتزوج هذه الفتاة أو بمن ستقترن هذه الفتاة، إلى أي درجة هويته بتلعب دور أساسي عندك أنت بالنسبة لإلك؟ لا، هذا دور كتير مهم، لأنه بالآخر عم تتجوز وعم بيخلقوا اثنين، إنه هي عبارة عن الشخصين سوا، مش عبارة عن بس العروس. هل بهمك تتعرفي عليه قبل؟ لا، بهمني انه هي تعرف عليه خلالها، هي عبر هي هي، مش ضروري اتعرف عليه، بس هي بمجرد تقلي مين هو بالنسبه لإلها هذا اهم شيء. ريما كرا، بتصاميمك وبعروض الازياء الخاصه فيك، الى اي درجه بهمك تقدمي تصاميم ترضي المشاهد او الزبون او الشاري؟ يعني هل الهدف من عروض الازياء هي ارضاء هذه الفئه، أم الهدف في إرضاء النقاد والصحافة؟ إلى ماذا تهدف لي العكرة؟ إلى إرضاء من؟ أنا الشخص الناجح هو اللي بيقدر يمزج بين اثنين، اللي يقدر يرضى الزبون، يرضى اللي عم بيعمل ديزاين لمين، ومزج مع شو البريس بتحب، الصحافة. الصحافة
هيدي الشغله هي اصعب شيء، انه يقدر يرضى اثنين ويرضى حاله اهم من ما يرضى اثنين. ما في شيء بعمله الا ما اكون انا قبلانه فيه. لا، حتى لو مثلا زبوني قالت لي بدي احط احمر مع الفستان العرسي، مش رح اقبل فيه الا ما اكون انا رضياني انه رح يطلع حلو. وبذات الوقت شو الشعب، شو اصحابه، وشو الانفايرمنت تبعه رح يقول عن ذات يعني الوقت. على سبيل المثال باخذ مثلا جون جاليانو، يعني جاليانو يعرض الازياء الخاصه فيه ولا مره بيقدم فستان حتى يرضي زبونه، برايي انه اغلبيه كل الفساتين يلي بيقدمها بعروضاته ما بتنلبس، لكن هو يقيم عرض مع كل ما تحمل هذه الكلمه من معنى، عرض يجذب كل الناس، في كثير من الإثارة وفي كثير من الحركة المسرحية. إذا هو هون بيلعب على وتيرته الشخصية، بيلعب على ذوقه وعلى حسه الشخصي، ما بيهمه بعد العرض أنه يبيع تصاميمه. بينما بنشوف بعض المصممين الآخرين يلي بيهدفوا فقط إلى إرضاء الحضور في الصالة وإرضاء الزبونات طبعا عبر إرسال الأشرطة، أشرطة الفيديو الخاصة بهذا العرض. أنت إلى أي فئة بتنتمي؟ هل بتنتمي إلى الناس اللي بيهمهم يبعثوا أشرطة حتى يبيعوا لاحقا، أم تنتمي إلى هؤلاء المصممين يلي بيهمهم يشكلوا إثارة وعلامات استفهام وعلامات تعجب عند النقاد؟ اللي هون هو سؤالي. حلو سؤالك. أنا ما بنتمي لا لهيدا الفريق ولا لهيدا الفريق. بفتكر أنا مزج، كمان برجع بعيد كلمة مزج بين اثنين، يلي هي برضى الفريقين. بحب أعمل ديفيلي يلي يكون فيه شيء غير شكل وعنده إحساس وعنده شيء منه تياترال مسرحي، وبذات الوقت أرضي المحلات اللي عندي، لأنه كتير كتير مهم أرضي المحلات. وهيدا الشغلة اللي كتير منا هينة إنه أمزج بين اثنين، بس مثل ما قلت قبل أهم شيء إنه أرضي حالي وحب اللي عم بعمله. فضلا عن عنصر المخاطرة، أنت إنسانة بتخاطري وبتغامري. مثلا اللون عندك بيلعب دور أساسي جدا وهو عنوان مهم. نحن نعرف أنه فساتين الأعراس هي دائما فساتين بيضاء، لكن عند ريم عكرة فستان عرس فيكون فستان أزرق برتقالي زهري، يعني ألوان غريبة. من أين لك هذه الجرأة؟ أنا بحب كل شيء مش موجود. يعني هذا هو خيالي، أنه أتخيل شيء مش موجود ونفذه. لهيك فساتيني، فساتين الأعراس اللي عم بعملهم شوية غير شيء عن الباقيين، دايما بحط لون فيهم وبيعطيه حياة غير شكل. ومين قال انه لازم دايما فساتين يكونوا بيض؟ ما في شيء اللي هو بيجبرنا انه يكونوا بيض. وبعدين ما بنعرف بعد 20 سنة شو رح يكونوا، يمكن يكونوا احمر، يمكن يكونوا زرق. ليه عم نقرر انه هيدا اللي هي عادي موروثة منذ القدم؟ ايه، بس رح تتغير في نهار، رح تتغير وبلشنا نغيرها. وبفتكر انا من الاولى اللي عم بغير الموضه بفساتين الاعراس، وهذا هو المعروف فيه، انه انا عم بجر الموضه على غير مستوى بفساتين الاعراس. وبنشوفهم خاصه بهيدي العرض اللي عملته هلا لسنه 2004، في انفلونس تاثير من سنه الخمسينات اللي حبيت حطها، وفيها كتير اشياء ملونة. ومين قال ما لازم نحط اشارب ملون، يما حلق ملون، يما سكربيني ملونة على فستان العرس؟ بيعطي رونق كتير كتير حلو وشي غير شكل. يعني هنالك محاولة الى تمويض فساتين العرس، الى اطفاء موضع فساتين العرس يلي هي عادة فساتين كلاسيكية وتقليدية. لا، مش بالضرورة أبدا. هلا رح يضلوا الفستان فستان عرس، وكتير مبين إنه فستان عرس، بس بذات الوقت حيكون عنده رهفة غير شكل، حيكون عنده تجديد بالموضة، رهجة حيكون عنده تجديد بالموضة.
بسيطة بسيطة يعني هذه 25 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، الواحد إلا ما ينسى بعض الكلمات وبعض العبارات، لكن ما تعتليها أبداً. ممتاز ممتاز، أنا عم بحكي عربي مثل ما عم بحكي هذا، وهالشيء بيسعدنا كتير. ريما عكرة قلتي أنه بعد 20 سنة من الممكن أنه لون فساتين العراس يتغير، هل بفهم كلامك أنه من المعقول أن يكون لون فستان العرس يوم من الأيام أسود مثلاً؟ هلا ما بنحب، هلا نحن ما بنحب نفكر هيك، بس ما حدا بيعرف. هو نحن مثل ما قلنا قبل كل شيء براسنا حاطينه. هلا اسود مش ضروري بيكون عاطل، بس لا ما بفتكر انه بعدها بعيد من هون، مع انه حاطه كثير فساتين ومطرزتهم بالاسود، بس بعدهم مبينين فساتين اعراس. ولقوا استحسان، حبون الناس كثير مش لطفي. ريما عكرة، ليش انتظرتي طويلا حتى دخلتي ميدان تصميم فساتين السهرة؟ كل شيء بوقته منيح، بقى انطرت للوقت المناسب لحتى كون عندي الثقة الكافية وعندي المحل الكافية لحتى أقدر أتقدم وأعمل كوليكسيون اللي هي مجموعة فساتين السهرة. وبفتكر فتحت هاي المجموعة بالوقت المناسب لهيك برعت، صار لي سنتين فيها وبرعت، وصار عم نوزع بمحلات بكل العالم. وين تحديدا؟ بفتخر اقول ببلاد العربية طبعا، وبامريكا بعدة ولايات وكندا واوروبا. بالولايات المتحدة الامريكية فساتيني كمان موجودة؟ فساتيني موجودة الى جانب طبعا المحل الخاص فيك اللي هو بشارع 60 جدة ماديسون بنيويورك مانهاتن، صح؟ الى جانب اذا هذا المتجر او المكان او دار الازياء الخاص فيك، اين نجد فساتين سهرة ريما عكرة؟ بيتوزعوا فساتين ب 200 محل ما شاء الله بامريكا وبغير امريكا، منهم ساكس فيفث افينيو، برج اوف جودمان، نيمان ماركس، وعده محلات اللي هن اهم بوتيكات بكل امريكا اللي موجود فيها فساتين الاعراس وفساتين السهرة دلوقتي. ريما عكرة، منذ ما يقارب السنة أو حتى خلينا نقول 6 أشهر أو 7 أشهر افتتحت محلك مثل ما سبق وأشرت قبل شوي، ماذا أضاف لك هذا المكان؟ كان افتتاح محلي كتير كتير مهم، وقدي كنت متقدمة بالبيع وبالكل شيء اللي عم بيصير حوالي، بس فتحت المحل عمل رهجة غير شكل، وهي حفلة الافتتاح يلي ضجت الدنيا فيها لأنه كانت غير شكل، والبريس الصحافي كتير وجدت أنه في له نهفة المحل، رهفة المحل، له رهجة المحل رهجة اللي هي غير شكل، فيها شيء لبناني بكفي. مزبوط بكفي. مزبوط. اللبناني وين ما كان بيخلق رهجة حوله وبيخلق عرس. مزبوط. وين ما كان، سواء عبر فساتين العراس أو سواء عبر فساتين عادية. سهرة. مزبوط. ريم، بعرف أنك إنسان متحفظة جدا وما بتحبي تفصحي عن مكنونات وأسرار تعتبريها أنت أسرار بالنسبة لك، لكن بهمني هون كصحافي وحشريتي الصحفية تجبرني على طرح هذا السؤال عليك، من هم زبائن ريما عكرة؟ يعني من يقتني من تصاميمك من فساتينك؟ الزبائن يعني بعرف انه انت ما تحبتك عن هذا الموضوع، لكن انا بهمني في هنالك حشرية صحفية، بهمني اعرف من يقتني من تصاميم ريما عكرة؟ في كتير زبائن من هوليوود يلي عم يجوا لعنا بكثرة، ومنلبس كتير صار موفي ستارز مثل جينيفر لوبيز، جينيفر أنستون، ميليسا جون هارتس، إليزابيث هيرلي، وعم نعمل سينما، عم نلبس كتير موفي ستارز بالأفلام اللي كتير مهمة مثل ليجلي بلوند 2، ريز وذرسبون، عملنا لها سين كاملة فساتين عراس وفساتين السهرة بالسينما تبع ليجلي بلوند 2. وفي عندي زبونات اللي كتير بهموني هن من البلاد العربية، منهم الملكة نور، ملكة رانيا،
فيروز بحد ذاتها اللي هو كان حلمي لبسها. سيدة فيروز. سيدة فيروز. أو وكتير ناس مهمين لألي أكيد. بالسينما لبستي جينيفر لوبيز وستان العرس وزوجتي بالبين أفلك بالفيلم يلي لح يكون بدور السينما قريبا جدا اللي هو جيرسي جيرل. بالحقيقة ما مش الحال بيناتهم. مش هيك ضجة مظبوط، بس ضجة الدنيا انه على القليلة لبسناها فستان عرس وجوزناها لبن أفلك، وطلع انه ضجة الدنيا بفستان العرس اللي لبسناها اياه بالفيلم اللي كلنا ناطرينه ليطلع. ريم عكرة، الصحافة الأمريكية دللتك، كتب عنك الكثير، تصدرتي أغلفة المجلات، وصفحات كرست لإلك بالمطبوعات الكبيرة، نيويورك تايمز، هاربرز بازار، دبليو، فوغ، إل، وغيرها. كنت ضيفة بعدة برامج تلفزيونية، كنت ضيفة على مختلف شبكات التلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية، ABC، CNN، أوبرا وينفري استضافتك ببرنامجها الشهير أوبرا. هل بتعتبر نفسك محظوظة؟ أنا ما بأمن بالحظ، بأمن بالجهد والمثابرة لحتى الواحد يوصل. بفتكر كل واحد عنده عدة اختيار بالطرق اللي فيه يخدها، وبفتكر أنا اللي عملته مزبوط هو عرفت اختار أي طريق على كل نهار من نهاره أي طريق لازم اخدها لحتى انجح. ما بفتكر الحظ بيلعب دور أبدا. ريم عكرة، إلى أي درجة نجاح بيخوف؟ النجاح ما بيخوف أبدا، ما في أحلى منه، خاصة إذا الواحد مرتاح بحاله وعارف شو عم بيعمل. بس إذا في شيء بيخوف هو إنه يضل الواحد يقدر يخلي حاله على ذات المستوى، وهذا هو بفتكر الأصعب شيء، إنه إذا وصل الواحد ما يفكر حاله إنه وصل، بالعكس لازم يضلوا عم بكفي ويضلوا بعد بفتكر أصعب بكتير إنه يقدر يخلي حاله على ذات المستوى. هذه يمكن إذا شيء بيخوف هذا هو. ريم عكرة، أنا بوصل لسؤالي الأخير من سخرية القدر، إنك ألبستي الكثيرات من الجميلات في هذا العالم يوم زفافهم، يعني كتار لبسوا من تصاميمك، كتار لبسوا من تواقيعك، لكنك حتى اليوم ما لبستي أنت من تصاميمك الخاصة، ليش؟ بفتكر، مش بفتكر، أنا أكيد بعرف ليش، لأنه كرست حياتي، كرست 8 سنين من حياتي أنا لشغلي، وشغلة كتير بفتخر فيها وما ندماني أبدا، لأنه كمان دايما بفكر كل شيء بيجيب وقته، وأنا عندي نوع تفكير كتير هيك بوزيتيف إيجابي، دايما بتطلع على قدام، وهي الشغلة ما كتير لا عتلاني همها، ولا إذا صارت صارت ما صارت مع شيء. أهم شيء بالحياة إنه الواحد يكون مبسوط، وأنا كتير مبسوطة باللي عم بعمله. ريم عكرة، أنا بشكرك على المشاركة ببرنامج وراء الوجوه، كان سعيد لي إني استضيفك، ومثل ما سبق وقلت بالبداية إني أقدمك للجمهور اللبناني والعربي في العالم العربي، في لبنان وفي بلاد الانتشار. بتحبي تختمي اللقاء؟ بتحبي تضيفي شيء؟ بحب أقول لأهل بلادي وبلاد العربية إنه أنا بفتخر كون لبنانية، وبفتخر كون امرأة ناجحة من بين البلاد العربية. وبحب أقول للكل إنه كل شيء مفتوح قدامنا، واللي بدنا إياه بيصير، بس مهم نعرف إنه كله بتعب. ريم، نحن أيضا بنفتخر فيكي، وبعتبر إنه قصة نجاحك وقصة كفاحك ووصولك إلى المركز اللي أنت وصلت له اليوم هي قصة أو حكاية بنعتز فيها، وهي قدوة لكل من الناس. Thank you.